السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. عربة الرمان لجملة الخضار والفواكه أسعارهم مستمرة طوال العام، فرعهم موجود في حي البيان، اكتبوا عربة الرمان بيوصلكم مباشرة لهالفرع. موقعهم جنب أوقات سعيدة، مطعم أوقات سعيدة معروف جدا، هو بجنبهم مباشرة. اكتبوا عربة الرمان بيوصلكم هنا، وارفع الشاشة أيضا توصل مباشرة العروض والأسعار والأصناف في السنابات القادمة. طبق البيض عندهم سعر ثابت ومستمر، الطبق 30 حبة ب10 ريال في عربة الرمان الخضار والفواكه. جميع أنواع الورقيات عندهم حبة والثانية مجانا وبريال، ما عدا الخس والملوخية، وبقية الورقيات الحبتين بريال. شوفوا ما شاء الله البصل والكميات اللي عندهم، 3 أكياس صغير البصل ب10 ريال الثلاث أكياس. هنا البطاطس 3 أكياس أيضا ب10 ريال فقط. بالنسبة للصحون أي 3 صحون ب10 ريال من الخيار، الطماطم، الباذنجان البارد، الجزر والكوسة، 3 صحون ب10 ريال. والبطاطس أيضا 3 صحون ب10 ثلاثة أكياس ب10 ريال، حتى القراء أيضا 3 ب10. الخضار الفلين، سواء الفلين الوسط أي فلين وسط ب6 ريال عندهم، سواء الفلفل الأحمر، الفلفل البارد، الخيار، الكوسة، الباذنجان، الجزر، حتى البامية، أي فلين وسط ب6 ريال. وهنا الفلينات الكبار مثل ما نلاحظ، نشوف الباذنجان، الكوسة، البارد، الفلين الكبير عفوا بسعر 10 ريال فقط، وتقدرون تأخذون الكميات اللي تحتاجون. هذه أسعارهم مستمرة باستمرار، أي فلين حجم وسط ب6 ريال والكبير ب10 ريال بس. طماطم عندهم هذا كم كيلو؟ 5 كيلو ونص محمي 5 كيلو ونص، وما شاء الله شوفوا النظافة. الفلين الحجم الكبير 5 كيلو ونص ب20 ريال بس في عربة الرمان، أسعارهم مستمرة طوال العام. عندهم ما شاء الله أحجام كثير جدا، من الصغير الوسط الكبير، ومقدمين عليه عرض الكيلو بريال ونص. مثل ما نلاحظ نشوف، هذا هو يفكها الآن، الكيلو بريال ونص في عربة الرمان الخضار والفواكه. هذه هي قدامكم ما شاء الله تبارك الله، يا سلام. طيب خلنا أقفل تصوير بس، الكيلو بريال ونص في عربة الرمان. صحن من الصحون الفواكه المشكلة بسعر موحد ب8 ريال، حتى الفلين اللي هنا مشكل أشوفه على 8 ريال فقط، أو الكيوي أو الكمثرى أو البخارة كله موجود هنا، وأي صحن ب8 ريال. هالفلين أيضا مشكل يجيكم بسعر 8 ريال فقط، مثل ما نلاحظ ونشوف أيضا سعره 8 ريال، سعر موحد في عربة الرمان، وأسعارهم منافسة ومستمرة طوال العام، وأي صحن فواكه بهالحجم على 8 ريال. البرتقال أي 3 كيلو برتقال ب10 ريال بس، أيضا هنا كيلو التفاح على 8 ريال. بالنسبة للأسعار اللي هنا عندكم الرمان الكيلو ب10 ريال، أيضا اللي هنا الكيلو الكمثرى ب10 ريال، الخوخ 10 ريال، اليوسفي أين من أفريقيا 10 ريال الكيلو، اللي هنا الأفوكادو ب12 ريال، والكيوي اللي هنا أيضا على 10 ريال بس. الفلين المشمش تبوك الفلين كامل ب15 ريال، التفاح ما شاء الله تبارك الله هالكرتون كامل ب15 ريال. أيضا عندكم هنا البرتقال هالكرتون الكبير يجيكم تقريبا، هذا وزنه تقريبا 7 كيلو ونص، سعر 20 ريال موجود عندهم في عربة الرمان. هنا أبو زهيرة تأخذون 3 ب10 ريال. الحمام عندكم الفلين كامل بداخله 4 حبات تقريبا وبسعر 10 ريال بس. جميع أنواع العنب اللي عندهم سعر موحد، أي نوع منها ب15 ريال فقط. بالفواكه اللي هنا يعلبها ب15 ريال. قسم التمور خلاص القصيم، الكيلو 8 ريال والكرتون ب45 ريال في عربة الرمان الخضار والفواكه. تمور الريف اللي عندهم هالكرتون ب5 ريال بس. كري القصيم الحبة ب5 ريال والكرتون بداخله 12 عبوة ب50 ريال للكرتون، طبعا حجم نص كيلو. تمر جالكسي هالكرتون بسعر 10 ريال بس. فلين التين هنا الفلين ب15 ريال، وبالنسبة للمانجو الكرتون 27 ريال.
كراتين الموية، كرتون موية من صحت، كل كرتون بداخل 40 عبوة، حجم النص 330 ملي ب10 ريال، وأيضا متوفر حجم الربع 48 عبوة بسعر 10 ريال بس. هنا قسم الشعبيات، عندكم المخبوزات اللي هنا على 10 ريال، أيضا مخبوزات شهيلة نفس السعر 10 ريال، بهارات القصيم بسعر 10 ريال هالحجم، أيضا عندكم كليجال ميني العبوة ب33 ريال، أيضا هنا شاي الشايب متوفر عندهم وبسعر 20 ريال، وهنا قهوة الشيوخ الذهبية على 25 ريال.